تعتزم الحكومة الكندية إرسال فرق طائرات وسفن حربية للمشاركة في حملة تدريب واسعة سيجريها العام المقبل حلف شمال الأطلسي، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة المرحلة الأولى في إطار التزام أكثر أهمية في الخطة الطويلة الأمد للحلف لمواجهة التهديدات الروسية. وعلمت وكالة الصحافة الكندية أن الوحدات الكندية ستشارك في اختبار لوحدات التدخل في الحالات الطارئة التابعة لحلف شمال الأطلسي خلال الأزمات. أكدت مجموعة من الناشطين والخبراء في القانون أن السياسات الكندية المتعلقة باللاجئين قد تؤدي إلى فصل الأسر، وبأنها لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأطفال المعنيين بالقرارات التي تتخذها السلطات الكندية بحق ذويهم. هذا ولا تسجل وكالة الخدمات الحدودية عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم عن البلاد ويتركون وراءهم أبنائهم المولودين في كندا. نشير إلى أنه تم ترحيل أكثر من 10500 شخص من طالبي اللجوء عن كندا عام 2013 و4632 شخصا آخرين منذ بداية العام الحالي. تواصل الحكومة الكندية تقديم المساعدات الإنسانية للعراقيين الذين وقعوا ضحية اعتداءات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من خلال إرسال معدات وأغراض قيمتها مليوني دولار. فقد أعلن وزير التنمية الدولية في كندا كريستيان فارادي أن أوتاوا تعتزم إرسال اللوازم الضرورية من بطانيات، خيم أطباق، أغذية ومعدات أخرى لمساعدة ألوف العراقيين الذين نزحوا بسبب العنف المستشري في البلاد. وكشف الوزير بارادي عن أن كندا أنشأت مستودعا في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، مما من شأنه تسهيل عملية توزيع الأغراض. إلى ذلك، أعلنت الحكومة الفيدرالية أن القوات الكندية أرسلت الشحنة الأولى من المعدات العسكرية إلى قوات الأمن العراقية لدعمها في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. ووفقا للحكومة الكندية، شرد أكثر من مليون مواطن عراقي بسبب تنظيم الدولة الإسلامية الذي ذرع الرعب في شمال العراق من خلال اقتحام الأراضي وقتل الرجال النساء والأطفال. وأكد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في بيان أن كندا تعمل جنبا إلى جنب مع حلفائها لمواجهة الأنشطة البربرية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وأهدافها التوسعية التي تساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة. وخصصت الحكومة الكندية أكثر من 16 مليون دولار حتى الساعة في إطار المساعدة الإنسانية في العراق منذ مطلع العام الحالي. وجه عشية عيد العمل زعماء النقابات في القطاع العام الفيدرالي انتقادات لاذعة لحكومة هاربر، متهمين إياها بالاقتطاع بطريقة غير مسؤولة في الوظائف والخدمات العامة وبتعبيد الطريق أمام الانتخابات الفيدرالية من خلال الادعاء بأن القيم التي تدافع عنها النقابات تهدد أسس البلاد. أرسل الحزب الليبرالي الكندي استطلاعا للرأي العام عبر البريد الإلكتروني لأعضائه تحديدا، يحاول من خلاله جس نبض الليبراليين حول إمكانية فرض فكرة التصويت الإلزامي في الانتخابات الفيدرالية. توفي أمس الأحد لاعب الهوكي السابق كارول فادني عن عمر يناهز 68 عاما بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان. وكان فادني في عداد فريق الكنديان دو موريال عندما فاز بكأس ستانلي عام 1968، ومن ثم تمكن من إحراز الكأس مع فريق البرونز من بوسطن. أعلنت المنظمة اليهودية بناي بريت أن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر يستحق جائزة نوبل للسلام لأنه تمكن من التمييز بين الذين يتسببون بالشر والضحايا في الأزمات الدولية الأخيرة. واعتبرت المنظمة أن هاربر يتمتع بقيادة أخلاقية متميزة ليس لها مثيل على الصعيد الدولي. ومن هذا المنطلق، فإن رئيس إدارة المنظمة يرشح اسم ستيفن هاربر لجائزة نوبل للسلام. في الخبر الأخير، أعلنت الحكومة الفيدرالية في أوتاوا عن تسجيل فائض في الموازنة في حزيران جوان الماضي بلغ 1,600,000,000 دولار، مقارنة بفائض بقيمة 200,000,000 دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأعز وزير المالية الكندي جو أوليفر السبب إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.